بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج، مذ أبصرت عيناي باحة داري حب الحسين هويتي وشعاري. الكرامة المهدوية هذه المرة من دولة الحجاز، من القطيف بالذات، فتاة متعلقة بأهل البيت عليهم السلام تقول: سبحان الله، حياتنا في البيت كئيبة جدا منذ ولادتي، وهي حياتنا معقدة، منحوسين، ليس لنا حظ في شيء، من ضيق إلى ضيق، هموم، مشاكل، ودائما وأبدا نجد أقاربنا لا يقفون معنا لا في صغيرة ولا في كبيرة، بل إنهم لا يزوروننا أبدا، وكأننا منبوذين من قبلهم. وليس هذا فقط، نحن نعم يشهد الله لدينا أخلاق ولدينا تربية طيبة، ولكن سبحان الله لا أعلم لماذا نعيش بهذه الصورة في البيت. نتيجة هذه الهموم والأحزان والنحوسة وعدم الحظ فشلت في الدراسة، وأخي الذي كان ذكيا جدا في بداية دراسته فشل أيضا وبدأ يذهب إلى بعض أصدقاء السوء. أختي المتفوقة في دراستها تركت الدراسة وبدأت تذهب لبعض أقاربنا من جهة أمي وليس من أبي، الأباعد، وتجلس معهم أيام وأسابيع. وعندما أخبرها لماذا تذهبين هناك لهذه الفترات الطويلة تقول لي بكل صراحة: لأن بيتنا لا يطاق، بيتنا كئيب، بيتنا كله هموم ومعقد، وليس لي نفس بأن أبقى فيه لحظة. على كل حال، مرت الأيام والأسابيع بهذه الصورة. أمي نتيجة هذه الحياة البائسة والتعيسة تمرضت مرضا نفسيا، أصبحت منعزلة تماما عن العالم، حتى جيراننا بدأت لا ترحب بهم، وعندما يدعونها لمناسبة لا تذهب إليهم. قل المال وقلت البركة في بيتنا بشكل عجيب. أبي مهما يعمل ومهما يخرج من الصباح إلى المساء يأتي بمال يصرف من حيث لا نشعر، وليس فيه أي بركة إطلاقا. على كل حال، عشنا بهذه الصورة، وعندما نذهب إلى بعض أقاربنا فهم يعاملوننا بعنصرية تماما، بمعنى: أنت بنت فلانة، ويذكرون معايب أمي وكيف كانت تفعل مثلا بعض الأخطاء معهم، وكيف كانت تسيء إليهم إلى غير ذلك. أنت بنت فلان، ويبدأون بذكر معايب أبي أمامنا من دون أي خجل، من دون أي حياء، وبعد ذلك يذكرون أخطاءه في حياته وإلى غير ذلك، تقليل شأن لا أكثر ولا أقل. بهذه الصورة، بهذا الهم الهائل، وبهذا الحزن الكبير والضيق الشديد، شعرت بأني أعيش في الجحيم، في الجحيم تماما. وبدأت لا أعرف من هو الصادق، هل بعض أقاربي الذين يتكلمون بسوء عن أمي وأبي، أم إن أمي وأبي الذين بدأوا لا يزورون أهلنا أبدا هم الصادقين عندما يتكلمون عنهم. لا أعلم أين الصدق، أصبحت تائها فيما بينهم. بدأت الحياة في بيتنا تضيق يوما بعد يوم، حتى وصل الأمر بأن أخي جاءت عليه قوة من الشرطة وقبضت عليه، لأنه ماذا؟ ذهب مع بعض أصحابه وسرق بيتا وبقي في السجن. وكذلك أختي التي بدأت تتنمر على كل شخص تراه، حتى أنا تنمرت علي. وليس هذا فقط، بل أصبحت متمردة،
كل ما يقال لها لا تطيع ولا تسمع أبدا. وأبي بدأ يدخل إلى البيت ويخرج ولا يهتم بأي شيء، فقط بشيء واحد، يقول لأمي: ماذا أشتري لكم للغداء أو العشاء أو للإفطار، إلى غير ذلك، فقط بهذه الصورة. على كل حال بقينا بهذا الشكل، العائلة فتتت تماما، أصبحنا لسنا بأسرة وإنما غرباء نعيش مع بعضنا البعض. وهنا وقع في قلبي: ماذا أفعل؟ هل سنمضي الحياة بهذه الصورة؟ هل نعيش منبوذين في المجتمع وخصوصا من أهلنا وأقاربنا؟ هل أخي عندما يخرج من السجن سيقع في ورطة أخرى؟ هل أختي سوف تعيش متمردة بهذه الصورة؟ هل سأبقى أنا فاشلة وأعيش حياة الجحيم هذه؟ هل سأبقى أرى أمي مريضة نفسيا وتتكلم بكلام ليس بعقلائي، وأبي تارك الدنيا بأكملها ويعيش بأوهام وأوهام لا أعلم بأي عالم يعيش؟ هنا وقع في قلبي بأن أجد حلا، لابد أن هناك حل. خرجت ذات يوم إلى السوق مع أبي وأحمد الله سبحانه وتعالى. عندما تكون للإنسان عزيمة وإرادة في تغيير حياته، الله سبحانه وتعالى يعطيه وكذلك يساعده ويعينه ما دام لديك نية. وكما تعرفون أيها الأحبة، ورد في أحاديث أهل البيت: على نياتكم ترزقون. كانت لدي نية عظيمة وكبيرة في تغيير حياتنا في البيت، بأن نرجع أسرة متماسكة وقوية ليست فيها تلك الخلافات الكثيرة والفشل الكثير. وأثناء تجولي أنا وأبي في أحد الأسواق، وإذا بي أرى صديقة من صديقات العمر، وعندما رأتني قال: سبحان الله، هل أنت فلانة؟ فقلت: نعم. قالت لي: لقد تغير مظهرك كثيرا، كبرت كثيرا، ولست كأنك فلانة بعمر كذا. على كل حال تألمت كثيرا، وقالت لي: فلنجلس ونشرب القهوة. فاستأذنت من أبي، قال: سأكمل يعني المشتريات ثم أرجع إليك سريعا. فجلسنا شربنا القهوة وحدثتها بكل ما يجري. هذه العائلة عائلة صديقتي، وهي عائلة ملتزمة، عائلة حسينية، عائلة دائما وأبدا يذهبون لزيارة العراق لمراقد أهل البيت، يذهبون لسوريا لزيارة سيدة زينب، إلى لبنان، إلى بقية مراقد أهل البيت في كل مكان. وأهل البيت عليهم السلام دائم الذكر في بيتهم. فقالت لي فورا: لماذا لا تتوسلين بصاحب الزمان سلام الله عليه؟ أين أنت من صلاة الاستغاثة بصاحب الزمان؟ موجودة في كتاب مفاتيح الجنان. وقالت لي: أنا جربتها شخصيا، في حاجة طلبتها ظهرا وحققها لي صاحب الزمان ليلا. هذه الكلمة أعطتني دفع، يعني أعطتني دفعة قوية ودعما كبيرا بأن أتمسك بهذه الصلاة. رجعت إلى البيت وأرسلت هي لي عن طريق الهاتف الجوال صلاة الاستغاثة بصاحب الزمان سلام الله عليه، وصليتها ليلا. وعندما صليتها عشت في عالم آخر. أول مرة أشعر بعدم الاكتئاب، أشعر بأن صدري قد انفتح وتنفس الحياة. لأول مرة أثناء ما أصلي الصلاة أشعر بفرح عميق في قلبي كان مكبوتا مدفونا بدأ يخرج. لأول مرة أشعر أن هناك نور أمامي وليس فقط الظلام. وهنا بدأت أبكي وأبكي وأبكي وأنا واقفة وأشعر بأني واقفة بين يدي الله، وصاحب الزمان عليه السلام ينظر إلي بهذا الشكل، وأبكي وأقول: يا رب ساعدني، وأقول: يا صاحب الزمان أعني، ساعدني، لا تتركني، لا تترك عائلتي، نحن نعيش في جحيم لا يطاق ولا نعلم ما هو السبب.
على كل حال، بعد هذه التوسلات الكثيرة من بعد منتصف الليل إلى صلاة الفجر، صلي صلاة الفجر ونمت على مصلاتي، وإذا بي فورا انتقلت إلى بيت الله الحرام، وكان يطوف حول بيت الله الحرام، وكنت مرتدية ثيابا سوداء ولكن عليها تراب وغبار، وكذلك عليها الطين إلى غير ذلك متسخة. فلمت نفسي كثيرا فقلت: لماذا أنا بهذه الصورة؟ لماذا ثيابي سوداء وداكنة ومعتمة وكذلك عليها غبار وتراب وطين وإلى غير ذلك، وأشعر بضيق أطوف وكأني لا أطوف؟ وإذا بشاب وسيم ذي هيبة يطوف حول بيت الله الحرام، وقع في قلبي بأن أطوف خلفه، وأنا أطوف خلفه أقول له وأناديه: يا صاحب الزمان لا تنسني من دعائك، يا صاحب الزمان أنت المنقذ، أنت الأمل لنا في بيتنا في حياتنا، غير حياتنا، أخرجنا من هذه الظلمات إلى النور. وهو يسبح الله ويذكر الله عز وجل ويطوف. وإذا بعد ذلك كله وأنا أبكي بحرقة خلفه وأشعر بالأنوار التي تحيطه، وكأن بيت الله هو السعيد به وليس صاحب الزمان السعيد ببيت الله، وكأن بيت الله هو السعيد، هو الفرح، أنواره تلألأت لمجرد وجود صاحب الزمان. وإذا بصاحب الزمان بعد الطواف أخرج قماشا أخضرا مطرزا بخيوط بين ذهبية ولون سمائي، وكأنه قماش من الجنة، أعطاه لي، وفورا رميت تلك يعني مثل الملحفة التي ترتديها المرأة، رميتها فورا وأخذت هذه ووضعتها على رأسي، فشعرت بأن السكينة قد نزلت إلى قلبي وإلى روحي، وكل شيء تغير من حولي. على كل حال، وذهب صاحب الزمان سلام الله عليه، وأنا معتزة بهذه الملحفة التي أعطاني إياها، قطعة قماش وكأنها من الجنة. جلست من النوم وأنا مستبشرة خيرا، تقول: أقسم بالله، بمجرد أن جلست من النوم وأنا أعيش حالة النشاط لأول مرة، ابتسمت من كل قلبي لأول مرة، أشعر بأن الضيق الذهب، وأشعر بأن كل هم وغم في قلبي قد ذهب، وأشعر بأن البيت شكله قد اختلف. ذهبت إلى أبي وأمي، سبحان الله، لأول مرة أرى الابتسامة في بيتنا، لأول مرة أجد بأن أخوتي جالسين، وأختي التي كانت دائما وأبدا تريد أن تذهب إلى أقاربنا، سألتها: هل تذهبين؟ قالت: لا، هذه المرة أريد أن أبقى في البيت. سبحان الله، وكأن الواقع الذي كنا نعيشه هو الحلم وأصبح هذا الواقع، كأن الماضي كله أصبح حلما. صاحب الزمان أخرجني من هذا الجحيم فورا إلى حياة أخرى، وكأني لا أعرف أبي، وكأني لا أعرف أمي ولا أخوتي أبدا، تغيروا فجأة، هم شعروا بذلك التغيير. أبي قال فورا، قال: جلست عند الصباح وشعرت بأن هناك غمامة سوداء كانت تحط على منزلنا وذهبت. أمي كذلك تشعر، تقول: وكأن هناك شيء أسود قاتم، صخرة سوداء صماء على صدورنا كانت قابعة وذهبت ونزلت. تقول: إلى الآن أعرف بأن صاحب الزمان قد دعا لنا وكشف بنا ما بنا من الهم والغم ببركة دعائه الشريف. استقرت العائلة بعد ذلك، ارتحنا، وبقي أخي الذي في السجن. سبحان الله، جاء بعض المعارف، ولدينا كذلك بعض العلاقات، أصبحت أبي بدأ يزور يعني أهله، أمي تزور أهلها، وبدأت المواضيع فيها نوع من العتاب، وبعد العتاب رجعت المحبة، بدأوا جيراننا مرة أخرى يأتون إلينا ونذهب إليهم، ونتيجة هذه العلاقات التي عادت مرة أخرى تكاتفنا
وأصبحت هناك طريقة ما مع بيت الذي قد سرقوا منه وأخي إلى غير ذلك، كان أخي معهم، استطعنا أن نخفف المدة عندما تنازلوا، وبعد ذلك أخذنا التعهدات الكثيرة على أنفسنا عندما قبلت الشرطة بإخراجه من السجن، نتيجة أن هناك بعض المعارف والشخصيات الكبيرة تدخلوا في الأمر، وهذا أمر معروف يعني. فخرج أخي وأبي بدأ ماذا؟ يدخل إلى البيت يسألنا ويدارينا، أمي تعيش، ذهب منها المرض النفسي تماما، أصبحت مستقرة، هذا كله بفضل صاحب الزمان سلام الله عليه والاستغاثة به وصلاة الاستغاثة. الرسالة كانت طويلة جدا، فيها مواقف كثيرة، ولكن اختصرناها بهذا المقدار. برنامج صباحات ولائية، أمين محمد خادم، في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام.